بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في شويه حاجات في المؤتمر الصحفي بتاع جمال بالماضي امبارح سقطت مني جامد، بس بصراحه ما زعلتش عليها لان انا قلت تتعوض بعدين ان شاء الله. ما انا عن نفسي كيوتيوبر في حاجات بسقطها، زي مثلا ان انا اطلب منك انك تعمل لي لايك او سبسكرايب للقناه او حتى تعمل ديسلايك، بطلبه منك في نهايه الفيديو لو بيكون نسبه كبيره جدا من الناس غدرت الفيديو. فانا بطلب منك من البدايه عزيزي انك ان شاء الله لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ما عجبكش اعمل ديسلايك، اشترك في القناه على حاجتين. هنتكلم على الحاجات اللي ما اتكلمناش عنها امبارح، زي قصه ملعب جابومه، زي قصه ان جمال بالماضي لمح للعيبه بتاعته ان دي قد تكون اخر فرصه ليكم للوصول لكاس العالم، لمح لرياض محرز نفسه ان انت ما لعبتش غير 45 دقيقه في مونديال البرازيل وهو ده تاريخك كله في كاس العالم، فاحنا عايزين نوصل كاس العالم علشان خاطر دي اخر فرصه بالنسبه لكم انتوا كلعيبه. وبصراحه الحته دي عجبتني جدا، وحته الهجوم كمان، يعني في حته اتكلم فيها على العقم الهجومي بالنسبه للمنتخب الجزائري، ففي حاجات دسمه كده. وملعب جابومه، ملعب جابومه اتكلم ان هو مش هاجس ليا ولا اي حاجه، والكاميرونيين عندهم معتقد ان احنا خايفين نلعب في ملعب جابومه واحنا مش خايفين نلعب في اي حته. فالحاجات دي كانت مهمه جدا ان انا اتكلم عليها امبارح. وكشفه بالماضي اليوم يجب الاجتماع مع اللاعبين والمفاهمه بيننا من اجل اعطاء الحلول لانفسنا قبل موعد الكاميرون المؤهل للمونديال. الوقت ليس في صالح اي لاعب من اجل تقديم ما عليه، خاصه ان الفارق بين مباراتي الكاميرون قصير جدا. ده حقيقي جدا، هو محتاج يقعد مع اللعيبه ومحتاج يشرح لهم فعلا حته ان ده اخر مونديال بالنسبه لكم وان انتوا لازم تركزوا. وكمان كان بيتكلم على حته ان دي اخر نسخه قد نراها بموضوع التصفيات الحاليه للاربع سنين، لان في مقترحات كتير في الفيفا بتتكلم على ان احنا عايزين نعمل كاس عالم كل سنتين، فالموضوع هيبقى صعب جدا لان انت بتتكلم على تصفيات هتتغير. فاعتقد ان جمال بالماضي بيلعب على الوتر الحساس بالنسبه للعيبه، ان انتوا كريسن بورحي، كرياض محرز، كجمال بالعمري، كسلام سليماني، كسفيان فغولي، كبغداد جنجاح، دي اخر فرصه بالنسبه لكم انكم تحطوا اسمكم في كاس العالم للمره الثانيه للي لعب فيكم واللي ما لعبش غير 45 دقيقه زي رياض. محتاج ان انت تلعب وتكون موجود علشان تسوق نفسك وعلشان كمان تحط بصمه ليك كبيره ليك. سوق نفسك، اي لاعب في العالم بيسوق نفسه في كاس العالم للمنتخبات حتى لو كان بيلعب فين. كاس العالم تسويق بالنسبه لنفسه، يعني كاس العالم التواجد فيه حاجه مش تتكرر تاني في مسيرتك الرياضيه كتير جدا. فانت بتروح هناك بتبقى سعيد، بتروح هناك بتبقى عارف ان الوقت ده مش هيتعوض. فموضوع التسويق ده متاح حتى لو انت لعيب عندك 30 سنه وبتلعب في واحد من اكبر الانديه في العالم هو مانشستر سيتي. جمال بالماضي برضو اتكلم في قصه اللعيبه المهاجمين، واتكلم ان احنا بصراحه لم افهم ما حدث للهجوم في كاس افريقيا. كنا نعاني كثيرا بعد سلسله تهديفيه رائعه وحصدنا الاخضر واليابس وعدد من الارقام التهديفيه بشكل غير عادي، واضاف على مستقبل الهجوم الذي قاده عدم التهديف امر يحدث الصراحه في بعض الفترات وسوف نعالجها في التدريبات، اما في فترات لعب المباريات لا استطيع فعل اي شيء سوى التوظيف فقط. في ناس يعني حرفت التصريح وقالت ان هو بيقول ان يا جماعه اطمنوا بالماضي مش هياخد بغداد ومش هياخد سليماني معاه، اطمنوا. بس انا مش شايف ان الكلام ده حقيقي ومنطقي، بالعكس هو قال ان اللعيبه دي كان ارقامها ومعدلاتها التهديفيه كانت عاليه جدا، جه في بطوله افريقيا حصل لهم عقم. انا مش فاهم الكلام ده حصل ازاي، بنشتغل في التدريبات كويس قوي بس بنيجي في الماتشات انا ما بقدرش ان انا اديهم حاجه في الملعب غير التوجيهات والتعليمات. انا شايف ان هو بيدافع عن لعيبته، مش بيقول ان انا هغيرهم، هو بيقول ان انا مع نفس اللعيبه والاسماء دي كنا عاملين معدل تهديفي غير طبيعي وكنا بنكسب ماتشات بارقام كتير وكنا بنكسب ماتشات بنسجل اهداف كتير، سليماني وبغداد نفس الاثنين دول، بس في البطوله حصل لهم عقم. انا مش فاهم ومش عارف حصل ازاي، بنشتغل في التدريبات بس انا ما اقدرش اغير في الماتشات. التصريح انا شايف ان هو بيدافع عن اللعيبه اكتر ما هو بيفتح مجال للكلام على تغيير اللعيبه، خصوصا ان هو بيدي رساله لاندي دولور تاني وتالت ورابع ان انا مش محتاجك ومش عايزك. فما تجيش تحرف لي التصريح وتوديه لحته ان هو يغير بغداد ويغير سليمان. الكلام كان واضح وصريح، اللعيبه دي معاها اكلنا الاخضر واليابس، كنا بنكسب ماتشات 8 وكنا بنكسب ماتشات 6 وكنا بنلاقي اللعيبه دي بتسجل اهداف. جيت في كاس الامم الافريقيه اللعيبه دي ما كانوش موفقين،
كلام واضح وصريح. فلما انت تيجي تحرف التصريح بقى فالله يكون في عونك بصراحه على البلاطه اللي انت عايش فيها. بس عادي جدا، هي في ناس بتحب تحرف تصريح زي ما الفانز بتوعها عايزين يسمعوا وزي ما الجمهور عايز يسمع. بس في حاجات لازم المصداقيه تنقلها زي ما هي. واحد بيقول لك ان انا ما فهمتش اللي حصل، بيقول لك ان انا ما حب، بيقول لك كنا نعاني كثير بعد سلسله تهديفيه رائعه وحصدنا الاخضر واليابس وعدد من الارقام التهديفيه بشكل غير عادي مع نفس اللعيبه دي، بس جم في البطوله حصل لهم دروب. هو مش بيهاجم اللعيبه، بالعكس انا شايف ان هو بيدافع عن اللعيبه وشايف ان هو يعني عالم التهديف امر يحدث في بعض الفترات وسوف نعالجها في التدريبات. يعني هو بيقول ان المهاجمين عدم التهديف في ماتشات بيحدث لكل المهاجمين، انما بعد كده بيعملوا كومباك. انا شايف ان الراجل بيدافع عن سليماني وعن بغداد. عن ملعب جابوما، منتخب الكاميرون تعول على استقبال منافسيه على ملعب ياوندي. فعلا هو، بس هو هم غيروا ياوندي لملعب اوليمبي في الفتره الاخيره، مش عارف صمو ايه جاي يتجنن عليهم. لكنهم اختاروا استثناء استقبالنا على ملعب جابوما واضافوا اختيارهم لهذا الملعب تطير اكثر من اي شيء اخر، لانهم ربطوا ذلك بخفقنا في كاس افريقيا وشكوانا من ارضيه الملعب. الكلام ده حقيقي جدا، لانهم اختاروا الملعب ده عند فعلا في المنتخب الجزائري، لانهم مفروض انهم كانوا يلعبوا على ملعب اولمبي بس بالفيفا حتى كانت محدده كده، بس هم فعلا حسوا ان المنتخب الجزائري مش عايز يلعب في جابوما فيلا نلعب في جابوما. فليقولوا ما يردون، ارضيه ملعب جابوما كانت سيئه للغايه، أريد فقط اللعب على أرضية جيدة خلال المباراة المقبلة، وإذا كانت كذلك فلن يكون هناك أي مشاكل أو هاجس. وحتى كمان لو مش كذلك يا معلم، حتى لو الأرضية سيئة برضو مفيش أي مشاكل ولا في أي هواجس، لأن أنت هتروح هناك هتلاقي الملعب سيء برضو مش هيتغير خالص. نحن على بعد شهر كامل، وبالنسبة لمعسكر إعدادي هناك بعض التفاصيل التي يجب التحفظ عليها. كويس، الكلام اللي كنت بتكلم على معسكر نيجيريا طول عمري بنتكلم فيه، لا يمكن الكشف عن كل خططنا المنافس. فعلا ما ينفعش انك تسلم المنافس كل الاجنده بتاعتك. قبل ان نضيف في الجزائر فقط نركز على مثل هذه الاخبار، حقيقي فعلا، والحرص على نشر كل التفاصيل، حقيقي فعلا، وانا بيدي حته للاعلام. في وقت يحضر منافسنا بعيد عن الاضواء، لا يمكن ان نكشف كل شيء لمنافسينا. جنب الماضي بيحط حته كده في الاعلام اللي هو عارف كويس قوي ان الاعلام الجزائري مش بيحبه، فعارف كويس قوي بيضرب فين وامتى، بيحط ضغط على ناس اللي هو يا جماعه المنتخب الكاميروني محدش عارف الاعدادات بتاعته للمباراه بتاعتنا عامله ازاي، اشمعنى احنا بقى اللي لازم نسال على كل التفاصيل وهتعمل ايه وهتسوي ايه وهتروح تعمل معسكر فين. مش لازم المنافسين بتوعك يعرفوا كل الاخبار بتاعتك، ودي حته للاعلام كده انكم مش لازم تتدخلوا في اي حاجه، وفكره انك تسرب اخبار مش هي دي في صالح المنتخب الجزائري. الحته بصراحه بتاع ان هو كان بيتكلم على الجزائريين، في ناس جزائريين عايزين نخسر، بصراحه دي انا ما لقيتهاش في اي حته حلقه على موقع النهار، مع ان موقع النهار وموقع الشروق هم اللي واخدين التصريحات كلها وكمان كانوا عاملين الندوه، فما اعتقدش ان هو اتكلم في حته الجزائريين دي، لان كمان بالماضي اصعب بكتير ان هو يتكلم على حته ان في ناس جزائريين مستنيين اخفاق للمنتخب الجزائري، ما اعتقدش خالص. هو الحته اللي رمها لهم دي بتاع ان مش لازم كل الناس تعرف احنا هنعمل ايه، ودي بصراحه حته محترمه جدا من بالماضي ان هو بيدوش شويه على الاخصام بتوعه، مهما كانوا اعلاميين مهما كانوا متطفلين عايزين يعرفوا اخبار المنتخب الجزائري كلها، مش لازم تعرفوا كل حاجه، لازم نسير بشويه هدوء ومش لازم نكشف خططنا المستقبليه للمنافسين. نرجع ونقفل الفيديو علشان في حمله جايه لي من بعيد كده، في شويه صوت تطلع معايا ومش عارف اقفلها ازاي. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايك ويعترف.